السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل في الفلويد النهاردة. برضو هناخد مثال على دارسي إيكويشن، بيقول لي بامبد ووتر بامبد ثرو، بيقول لي درجة الحرارة 13 سليزيوس بامبد ثرو 300 متر ستيل بايب، الفيلوزيتي بتاعت المية 2.3 متر على الثانية، بايب هاز انسايد دايمتر، الدايمتر الداخلي 84 45 ملي متر، اند فريكشن فاكتور، الفريكشن فاكتور هو عطوني 0.0195. ذا فريكشن لوس از موست نيرلي، يبقى هو عايز الفريكشن لوس اللي هو ال HF بيساوي F اللي على دي في تربيع على 2G، يعني هيساوي 0.0195 في L. خلي بالنا من الوحدات، 300 على الدايمتر 84 45 بالملي يضرب في 10 ناقص 3، حوله المتر، في الفي تربيع ب2.3 تربيع على الاتنين في 9.81. الكلام ده هيطلع على الآلة 18.7 متر. دي نوعية المسائل اللي بتيجي في الامتحان، تمام؟ يعني تقريبا 19. تعالى ناخد مسألة كمان على قانون الدروب لوسز اللي هو على لومينر فلو. القانون بيقول الأول إن الكيو بيساوي اللي هو البريشر دروب، آسف، اللي هو الكيو باي، هو القانون دوت هناخده ونعوض فيه على طول ونشوف هو طالب ايه في المسألة. بيقول لي في المسألة ووتر فلو، الووتر فلو 0.024 متر على الثانية، ده الفي، هوريزونتال بايب، البايب ده هوريزونتال، الانر دايمتر، الدايمتر بتاعه الداخلي 8 سنتي، ذا ابسوليوت فيسكوزيتي، الفيسكوزيتي بتاعته، الابسوليوت فيسكوزيتي اللي هي الميو 0.001002 باسكال سكند، باسكال سكند اللي هي نيوتن على المتر المسطح الثانية، تمام. بيقول لي what is the most nearly the pressure drop after 60 meter، بعد 60 متر كام، تمام. الفلو دوت زي ما احنا شايفين قيمته 0.024 متر على الثانية، معناه ده يعني ده بالسنس كده سلو، تمام. هو بيقول لي كمان بيسألني مباشرة الدروب بريشر، تمام، فأنا هحسب الدروب بريشر، بس أنا بحاول أفهمك إن ده لومينار فلو، تمام. هو عايز الدروب بريشر، أنا هحط القانون، القانون بيساوي كيو اللي احنا شفناه في الريفرنس باي دي أس 4 دلتا بي اف، ده الدروب بريشر دلتا بي اف على 128 الميو في ال ال. يبقى هو عايز الدلتا بي اف اللي هو الدروب بريشر، يبقى هيساوي الكيو في 128 في الميو في ال ال على الباي دي اس 4، يعني هيساوي 128 في 0.00102 في 60 في 0.024 في 100. انا عوضت ان كيو ال A في ال V، ها، على
التمانية تربيع دايمتر تربيع، تمام. انا عندي اريا فوق واريا تحت، هتطلع لي في الاخر التمانية تربيع. انت عوض عادي هيجي لك القيمة اللي هتطلع لنا على الآلة 7.2 باسكال. الإجابة دي تعويض مباشر، تمام. الهيدروليك ريدياس او تعالى بس اوريك الهيدروليك ريدياس ده فينه. هو اصلا القانون بتاعه سهل، موجود في الريفرنس هاند بوك. هنا الهيدروليك ريدياس اللي هو بيبقى عبارة عن الرمز بتاعه ار اتش، عبارة عن الكروس سيكشن اريا على الووتر باراميتر، او بيساوي دي اتش على 4. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ايه الهيدروليك ريديوس؟ لو انا عندي اي كلوز كونديوت او اوبن كونديوت، وليكن اوبن كونديوت بالشكل ده زي اوبن تشان، عايز احسب له الهيدروليك ريديوس. الهيدروليك ريديوس عبارة عن ايه؟ تعالى نكتبه، اللي هو الار اتش بيساوي الكروس سيكشن اريا على الويتد بارامتر اللي هو المحيط، يعني بيساوي دي اتش على 4. ايه الكلام ده؟ الكلام ده الكروس سيكشن اريا الاول اللي هي السكشن اريا بتاع الميه بس، يعني محدش يحسب السكشن اريا بالكامل، لا السكشن اريا بتاع الميه على الويتد بارامتر. الويتد بارامتر اللي هو البارامتر المبلول او اللي جاي عليه ميه اللي هو دوت، تمام. ده يديني الهيدروليك ريديوس، هيدخل معانا زي ما هتشوفوا في قوانين جايه كده، وساعات ودايما بيجيبوا في الامتحان مباشره يديك كروس سيكشن في ميه ويقول لك احسب لي الهيدروليك ريديوس. طب ايه موضوع اتش على دي ده؟ اتش على دي ده الار اتش الهيدروليك ريديوس بيساوي، اسف، الدي اتش على 4، اسف، الدي اتش على 4 اللي هو الهيدروليك ريديوس. امتى بيساوي دي اتش على 4؟ في حاله السيركولار بايب، لما يديك دايمتر، تمام، فول، الميه فيه فول، ويقول لك الهيدروليك ريديوس كام، تقسم الدايمتر ده على 4 يديك الار اتش، تمام. في معادلة بعد كده هنتكلم عليها، معادلة اسمها، تعال بس ناخد مثال الأول على الهيدروليك ريدياس. ناخد مثال على الهيدروليك ريدياس، المثال بيقول 10 سنتيمتر in 12 سنتيمتر rectangular شون is filled 3 quarter، يعني تلتينه مليان ميه of it height، تمام. What is the most، يعني height 8 هو مليان كام؟ 2 على 3 8. What is the most nearly the hydraulic radius of flow؟ هنكتب القانون، الهيدروليك radius بيساوي السكشنال area على البارامتر الويتد، يبقى هيساوي السكشن area المبلول كام او اللي فيه ميه، 12 سنتي، هو عايزه بالسنتي، 12 سنتي في 3 كوارتر، اسف 3 كوارتر يعني 3 على 4 في 3 ارباعه، يعني 3 كوارتر 3 على 4 في 8،
على البي اللي هو الويتد بارامتر، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 12 زائد 2 في 8 في 3 على 4، لان مش كل التمانية صح، زائد خلاص زائد احنا كتبناها 12 زائد 2 في 8 في 3 على 4، الكلام ده هيطلع ب 3 سنتي. دي نوعية المسائل اللي بتيجي بخصوص الهيدروليك راديوس. هناخد ايكويشن بعد كده اسمها هازن ويليامز ايكويشن. هازن ويليامز ايكويشن ديت ليها شروط، هي موجودة هوريها لكم. ليها شروط ان هي بتطبق على المية بس، لازم الفلو يبقى مية، must be water، ولازم المية دي تبقى في درجة حرارة 60 درجة فرنهايت. تمام، في قانون هازن ويليامز قانون بيقول موجود هنا ده في صفحة تقريبا 111 اللي هي تحت 111. تمام، هازن ويليامز تمام، القانون بيقول ده موجود يعني في الفلويد. القانون موجود تاني في صفحة 174 في السيفل سيكشن. لو دخلنا السيفل سيكشن صفحة 174 هنلاقي صفحة 174 هازن ويليامز ايكويشن متكرر هنا، وموجود معاه مجموعة قوانين تانية. ده في صفحة السيفل سيكشن. وقلنا هازن ويليامز بيدرس المية. هازن ويليامز ده بقى بيقول ايه؟ بيقول ان ال V او السرعة بتساوي ال K1 في ال C في ال RH أس 0.63 اللي هو الهيدروليك ليدياس في السلوب اللي هو 0.54. تمام؟ يعني هو فاكتور في K1. K1 ده قيمة لما بشتغل بوحدات ال SI unit بتبقى قيمته 0.849، ولما بشتغل بوحدات ال US unit بتبقى قيمته 1.318. فلازم ناخد بالنا احنا شغالين بأنهي وحدات. السي ده الرفنس كوفيشنت، وبيتجاب من تيبل موجود في السيفل اهو على اليمين. تمام، قيمة السي بتيجي منه على طول، فاكتور في التايب بتاع البايب اللي هو ماشي فيه المية، وهو في الغالب بيديهولك في الامتحان، بس تبقى عارف تقدر تجيبه منين لو هو عطاك نوع البايب بيجي من القانون دوت. تمام، طيب انا عايز اجيب الفي
عندي الكي وعندي السي وعندي الهيدروليك ريس وعندي السلوب بتاع البايب، اقدر اجيب سرعة، السرعة اللي هي ماشية في البايب دوت. تعال ناخد مثال على الكلام ده. بيقول لي storm water flow through a square concrete pipe that has a hydraulic radius. هو عاطيني ال hydraulic radius بواحد متر and energy grade line slope، ال slope اللي هو ال S 8/10. using Hazen Williams equation the velocity، عايز ال V بكام؟ طيب أنا عندي Q، عندي concrete، يبقى ال roughness 130، تمام. تعال نعوض في المعادلة، يبقى ال V هتساوي، هو بالمتر يبقى احنا نشتغل بالمتر، يبقى ناخد ال 0.849 في 130 في 1 الكل أس 0.63 اللي هو الهيدروليك راديوس اللي عطيهولي في 0.8 السلوب الكل أس 0.54، يبقى هتطلع 98 متر على الثانية الإجابة دي، تمام. هو بس كان عايزك تجيب السي من التيبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.